بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على المشاهدين الأكارم ورحمة الله وبركاته في البرنامج الحسيني براعم حسينية، والذي يسلط الأضواء على الناشئين على درب الإمام الحسين عليه السلام والمقتدين بخدمة الإمام الحسين عليه السلام المخلصين. سادتي المشاهدين، نلتقي اليوم بمنشد حسيني ناشئ على حب ودرب الإمام الحسين عليه السلام، تعالوا معنا لنتعرف عليه. الرادود الحسيني أحمد محمد حسين علي الهلالي، من مواليد 20/12/2000، من سكنة كربلاء قضاء الهندية، أدرس في المرحلة الإعدادية. من جديد سادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم، ونحن نلتقي بالرادود الحسيني أحمد الهلالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شرفتنا اليوم جيتك. ومن بداية الحلقة عند سؤال راح أظل أكرره كل ما يجينا ضيف وشرفنا بحضوره. السؤال هو أنه البعض يقول أنه الرادود الحسيني المنبري لا يجي قراءة القرآن الكريم، أريد ردك ملا. لا بالعكس، هو يعني أساس الرادود الحسيني القرآن الكريم، وراح يتعلم مقامات همينة من القرآن الكريم. طيب ممكن تتحفنا بآية من القرآن الكريم بصوتك؟ أي ممكن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. الله العلي العظيم. طيب الله أنفسك ملا، الآن نبدأ بأسئلتنا. ملا، أي سنة ارتقيت المنبر الحسيني؟ سنة 2010. إذا تتذكر أول مجلس كان لك وارتقيت به المنبر؟ قرأت موكب خدم موكب أم البنين عليه السلام بالأربعينية. نعم. طيب أول قصيدة قرأتها؟ قوم يا عباس من مصرع قوم. ممكن تسمعنا ولو بيت واحد؟ ممكن. نعم. قوم يا عباس من مصرع قوم، هالحرم يمك على الشاطئ تحوم، شوف جثتك صدق غسلتها الدموم، ونسجلها التراب ثوبك فانها، ونسجلها التراب ثوبك فانها. أحسنت ملا. طيب الله أنفاسك، كلمة من قصيدة كانت للشاعر جابر الكاظمي. ملا، شعورك من ارتقيت المنبر الحسيني أول مرة شنو كان؟ يعني شوش كان شعور ارتباك لين أول مرة، وحماس طبعا يعني لين تريد تقرأ أول مرة، ما قال قبل، بس بعدين صار تعويد يعني. كل التوفيق إن شاء الله. ملا، أكيد قبل ما ترتقي المنبر الحسيني كنت تستمع لأحد الرواديد، من الرادود اللي تأثرت به؟ الشيخ جاسم النويني طوير جاوب. ملا، أنت شو تفضل، تحضر المجلس وتسمع القصيدة مباشرة، لو تستمعها من خلال الهاتف النقال أو الأقراص والصوتيات؟ لا طبعا أحب أسمعها وأنا حاضر بها بالمجلس. الحمد لله رب العالمين. ملا، خلينا نسمع قصيدة من اختيارك للبرنامج وللسادة المشاهدين. خادمك إن شاء الله. وين أبو فاضل كفيلي، رت يحضرني برحيلي، عالقمار يا دمع سيلي، أنا زينب أنا زينب، هل يا عين عنا هونج دمعة دمعة، ليلتي وداع الحياتي ومالي رجعة، شقد تمنيت الأخو حاضر وودعة، صدري مخنوق بسوالف وردة سمعة، بس رديت هالليلة شوفه
بالي ما لحظة يعوفه وبيدي ألزم هين شفوفه. أنا زينب أنا زينب. أحسن طيب الله أنفازك ملا. لمن كانت القصيدة؟ الشاعر سيف جناح طهجاوي. موفق إن شاء الله ملا. خلينا ناخذ فاصل ونرجع إن شاء الله. سادة المشاهدين فاصل قصير وراجعين إن شاء الله. يما ذكريني من تمر زفة شباب من العرس محروم حنيتي دم المصاب شمعة شبابي من يطفوها حنيتي دمي والجفن دار التراب. يما ذكريني من تمر زفة شباب بزاغ من برج المخيم جاسم ونوري تشعشع ناشر جعود على متنة ومثل طير الجنة يلمع هلهلة ترمنة وتقلة هاك خذ قلب المقطع شنهي يا جاسم نيتك ثاير بجمرة همتك جنك وفيت برقبتك صاحر يدوفي المرضى من ثدي النيبة راضي بصافي الحليب وبهالشهادة صار لي قسمة ونصيب حفيتي بدمي خلي فرشوها حنيتي دمي والجفن دار التراب. يما ذكريني من تمر زفة شباب. الشاعر المرحوم كاظم منظور الكربلائي. رجعنا لكم سادة المشاهدين وأكيد بعدنا مع رادود الحسيني أحمد الهلالي. أنا رحب بك ملا من جديد. ملا قبل الفاصل سمعنا منه قصيدة كانت من نظم الشاعر الحسيني سيف الجناح طهرجاوي، قصيدة جميلة. وسؤالنا هنا، أنت تحب التعامل مع شاعر واحد لو تحب التعامل مع شعراء متعددين؟ لا شيء أكيد شعراء متعددين. جواب حلو ملا. ملا للكل مثل أعلى، أنت من مثلك الأعلى؟ الشيخ جاسم من نويل طهرجاوي. أحسنت ملا. أتمنى تسمعنا قصيدة حافظها لمثلك الأعلى إن شاء الله. خالد ممنون. نيل خدير زينب لفت شاية تصيح يا حسين يقعد يحمي الثاية لا على بختك يا بن حامي الجار اقعدي وشوفي الحرام بيهن اش صار مين طيحت بخيامنا الشبة والنار والعيدة عيالك سيبوها سبايا والعيدة عيالك سيبوها سبايا. أحسن طيب الله أنفاسك ملا. شنو الشيء المميز اللي عجبك بهذه القصيدة؟ حقيقة يعني هي قصيدة كلماتها متناسقة ووزنها جميل يعني عجبني وعيشني بواقع القصة حبيت أقرأها لك والمشاهدين. أحسنت ملا. إذا كانت أمنية فتتمنى تحقيقها، منو من الشعراء تتمنى أن يكتب لك مستقبلاً؟ الشاعر كراسين كربلائي. ملا منو ساعدك وشجعك أن تسير بدرب المنبر الحسين والصير رادود؟ شيء أكيد يعني ساعدني عائلتي
وهيئة السيدة زينب عليه السلام والنسام الشراد، أتمنى لك كل التوفيق وأشكره جزيل الشكر. الله يخليه إن شاء الله. ملا، إذا تحب توجه كلمة لرواديد الناشئين أمثالك. يعني المفروض ما يتكبرون، والدرب الحسيني هذا أحلى درب، يعني لازم يسيرون عليه ويستمرون به إن شاء الله. ملا، قبل الختام اختار لنا قصيدة وسمعنا منها ولو بيت واحد. خادم حسين. عما هاي الروس ليش تباوعنا، خايفة يطلعون يا عم من أهلنا، تبكي لو ضربوني يمكن يعرفوني، تبكي لو ضربوني يمكن يعرفوني، خايفة يطلعون يا عم من أهلنا، عم هاي الروس متغير رسمها، ما تبين وجوهها يغطيها دمها، ما تبين وجوهها يغطيها دمها، مبينة بس عيونهم وادرب ألمها، من يضربوني أحس يزيد همها، من يضربوني أحس يزيد همها، عم طول الدرب هم يراقبوني، عم شفتي شقد بجوا من كتفوني، وبالدمع واسوني يمكن يعرفوني، بالدمع واسوني يمكن يعرفوني، خايف يطلعون يا عم من أهلنا، خايف يطلعون يا عم من أهلنا. أحسن. طيب الله فازك. ما قصيدة كان ملا؟ السيد موفق الموسوي. ملواني حبيت أسمع قصيدة إليك وللسادة المشاهدين. أتشرف سمع صوتك. دهري ذابني عبد الله يا شمعة ضوى عيوني، يا وليدي خلي الماي لا تطلبي الماي، كل خوفي مني تروح وتقطي حشاي، دهري ذابني عبد الله يا شمعة ضوى عيوني. إلى الشاعر الحاج عزيز القلقاوي الكربلائي، الله يوفقه ويعطيه طولة العمر إن شاء الله. أحسن. طيب الله أنفاسك. وأسمعكم الغالي. انتهى الوقت وكنا مستمتعين وياك بالحلقة، شرفتنا اليوم جيتك ملا. إذن سادة المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة إن شاء الله في برنامج براعم حسينية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.